ايه؟ انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا، هنهي حوار مع بنت الكئيبه دي واجيلك. قشطه. امن مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقول لك اني هقول للبرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتبدا فاتر تنقرى. انا مش واحده لا مؤاخذه تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسيناس ومحترمه. لا والصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت، والطيب احسن من الوحش. وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللبس؟ وعد له الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم تعوم نغور من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب واحصلك. معلش يا ست نوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجالة كده، جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا أنا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي، هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وأبقى أتكلم أطمن عليكي، ماشي؟ خلاص بقى. خد يا ست الناس، أنا ههبق وهبقى أكلمك أطمن. لا حول الله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا وليه؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل، ما اشوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رذالتك. انا قلت لك ما تجيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني لشويه السكان معفنين. انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك، انت عامله قلبك عليهم يا وليا يا خاينه. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عرق. مش هتلاقينا مسوق. ده ليه يا بنتي؟ ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. خد خد استوري نفسك، خد خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. هو ايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انت كان يجي في احلامك اني اتذل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي
انا مش هرد عليكي بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انت ببيتي. بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت. يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرام مجانين. اتفضلي. بيتك بتعايريني؟ انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرغك يا قارية. بدأت تندع يا بنات. الو بنت حلال مصفي، ده انا كنت هكلمك اطمن عليكي، بس قلت اسيبك كده يومين مع نفسك. انا سلمك يا رشدي ومش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال؟ جكتعون، ان كنت تريدين السكنه اظبط لك اي مكنه، واحنا مش رجاله نسد برضو ولا ايه؟ بس انا خايفه حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الاسرار الذي بلا قرار. طيب طيب انا هنزل دلوقتي. وانا هجيلك في المكان اللي جنب القهوه ساعه ما اتكلمنا اخر مره، نفس المكان اللي كان لمؤاخذه بيجمعنا سوا، واول ما اوصل لك هاخدك ونحل المشكل سوا. دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا تعاون، نعمة من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريده حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيكي وعيون الناس بصاصه، وانا ما يردنيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. ها؟ طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزت لك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء، عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول تعون ده صايع لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي؟ أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت شغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من إمبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. مالك؟ استنيها تفتح. طب اصطبر. عايز أطلع الشقة أجيب كرشاوي وأخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو، ومهما كان بينك وبينها، اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصاك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، هعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عمياني امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هياكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش، في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي. اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا منى الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه يا كده برضه كبداكي؟ بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سكه، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سكه، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه يا ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون معذور، ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور سبوع بس، تغني في كباريه دي كبيره عليك. عليا النعمه يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها.
قولي لي بقى يا اميره القلوب، مبسوطه في البنسيون؟ الحمد لله ناس كويسين وطيبين، بس انا عايزه ارجع البيت عشان الم هدمتاني واتخانق مع سلومه الكلب واخد منه ورقتي. الراجل الناقص زي ما يكون حيرميني، لا كاتب لي مؤخر ولا قايمه. لا لا لا، ولا تروحي ولا تتكلمي ولا الجو ده، وانا هبقى اجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي. خلاص، المهم بقى ركزي معايا دلوقتي، تاخدي الحتتين دول تجيبي لك ايه هدمتين حلوين بس يكون فيهم طقم ملعلط كده وبروبرو. ليه بقى؟ لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده، هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل. بس كده كتير قوي يا سيد عون، انت جمالك بقت مغرقاني. ولا كتير ولا حاجه، انت ست بنت حلال وطاهره وتستاهلي كل خير. تصدق بالله انا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه.